لا إله إلا الله وحده لا شريك له يا رب. واضحة الصورة منيحة. أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله، الحمد لله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. الحمد لله ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي باقي دائم لا يموت أبدا. بيده الخير وبيده الملك وبيده تدبير الأمور، وهو على كل شيء قدير. ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، أشرف الخلق، المصطفى المختار، الذي اصطفاه الرحمن لإخراج العباد من عبادة العباد لعبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا لسعة الآخرة، ومن جور الأديان لعدل الإسلام، وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، يعني إخواني أخواتي أحبتي في الله، يعني نبدأ باستفسار من الاستفسارات. أول شيء، إحنا اليوم نبث يوم الأربعاء، وأمس الثلاثاء، والثلاثاء الذي سبقه لم نستطع أن نبث مباشر، وقمنا برفع الدرس من التسجيل. على ما يبدو يوم الثلاثاء بشكل مخصوص يكون هناك تشويش على المباشر، ونقول ولا نقول إلا حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يعني وهذه مناسبة، يعني نعطي درس في هذا اليوم، ننظر كيف تكون الأحوال، يعني هل سيكون هناك تشويش أو لا في غير أيام الدروس، علما أنه بالأمس قبل الدرس قمنا بنقل الأذان والصلاة بشكل مباشر، وبعد الدرس أيضا قمنا بنقل الأذان والصلاة بشكل مباشر، ولكن الدرس نفسه لم نستطع أن نرفعه بشكل مباشر. يعني هذه ملاحظة أول شيء نبدأ فيها للإخوة اللي كانوا يتساءلوا أين درس الأمس. ودرس الأمس الآن موجود والحمد لله على صفحة اليوتيوب، يعني يستطيع كل من شاء أن يدخل إلى الصفحة ويشاهد الدرس من هناك، ووضعنا رابط للدرس أيضا على صفحة الفيسبوك. طيب، يعني الاستفسار الأولاني الذي يأتي لحديث من الحديث الذي يستخدم البعض حاليا بشأن الحكام، يعني وللأسف يعني بعض الأشخاص الذين يقومون بالتدريس ومحاولة إرشاد الناس أحيانا يصل فيهم الحال إلى درجة أنهم يضللوا هؤلاء عن الصراط المستقيم بطريقة ما أو أخرى لصالح الحكام، ويستخدموا حق ولكن يراد به باطل. من الأحاديث الصحيحة الموجودة عن الرسول عليه الصلاة والسلام حديث ولي الأمر إنه حتى وإن جلد ظهرك وأخذ مالك فعليك أن تطيعه، يعني معنى الحديث هذا كثيرا يردد مرارا وتكرارا، يردد مجموعة ممن يدعون أنهم علماء ويريدون أن يرشدوا الناس إلى الصراط المستقيم. ولكن إخواني، يعني دعونا، ربما يعني أخرجت لكم ما بدأ فيه أبو بكر الصديق، ونعلم أنه أبو بكر الصديق إنما جاء في خلافه على منهاج النبوة كما علمنا الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني هو جزء أو على رأس الخلافة على منهاج النبوة. ابتدأ خلافته أبو بكر الصديق بهذه الخطبة التي وجهها للناس. نقرأ هذه الخطبة لعلنا نستفيد منها بإذن الله حتى تتوضح لنا الأمور. يعني يقول رضي الله عنه، لما بويع أبو بكر بالخلافة
بعد بيعة السقيفة تكلم أبو بكر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد أيها الناس، فإني قد وليت عليكم ولست بخيركم، فإن أحسنت فأعينوني. شرط إيش؟ شرط: إن أحسنت فأعينوني، وإن أسأت فقوموني، وإن أسأت فقوموني. هذه البدايات كلماته، نتكلم عن خليفة على رأس الخلافة على منهاج إيش؟ النبوة، كما علمنا الرسول عليه الصلاة والسلام، تكون نبوة ثم خلافة على منهاج النبوة. فيقول: فإن أحسنت فأعينوني، وإن أسأت فقوموني. الصدق أمانة والكذب خيانة، والضعيف فيكم قوي عندي حتى أريح عليه حقه إن شاء الله، والقوي فيكم ضعيف حتى آخذ الحق منه إن شاء الله. لا يدعو أو لا يدع قوم الجهاد في سبيل الله إلا ضربهم الله بالذل، ولا تشيع الفاحشة في قوم قط إلا عمهم الله بالبلاء. أطيعوني، كما مر هون إخوان، أطيعوني ما أطعت الله، ما أطعت الله ورسوله، فإن عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم. فإن عصيت الله ورسوله. الآن إخواني، السؤال الذي نريد أن نطرحه بعد ما سمعنا كلمات أبو بكر الصديق في بداية خلافته اللي هي على منهاج النبوة، نريد أن نسأل السؤال التالي: أي من حكام العرب اليوم هو، خلينا نقول، نستطيع أن نقول عنه أنه هو لا يعصي الله عز وجل؟ وخذوا بعين الاعتبار إخواني، خذوا بعين الاعتبار أن الحدود المرسومة بين أجزاء العالم الإسلامي وضعها مين؟ سايكس وبيكو، يعني بريطانيا وفرنسا. وأعطوني، دعوني أسأل السؤال بهذه الصيغة: أعطوني حاكم عربي لا يكرس ولا يعظم ولا يقدس هذه الحدود، وهو على استعداد أن يفتح الحدود ويقول: كلنا جسد واحد. أعطوني حاكم عربي. مين برأيكم؟ مين برأيكم؟ ولا أي أحد. فإن كان حكام العرب اليوم جميعهم يقوموا بتقديس هذه الحدود الكفرية التي وضعتها بريطانيا وفرنسا، فلا نستطيع أن نقول أن هؤلاء أولياء أمور. لا، بل هم عملاء للشيطان وحزب الشيطان، ومن واجب كل مسلم أن يقوم عليهم هذا الأصل. أما أن يأتي شخص يدعي العلم ويدعي الإيمان ويدعي التقوى، وشو بقول لك؟ هدول حكام، هدول أمرنا الرسول عليه الصلاة والسلام أن نطيعهم. فنقول له خسئت. هؤلاء ليسوا بحكام، هؤلاء عملاء للشيطان وحزب الشيطان، لا بل هم من شياطين الإنس وجزء من حزب الشيطان. فنأكد إخواني، نقول وللأسف إخواني، هؤلاء يقوموا بتجنيد هاي الزمرة من الناس التي أحيانا تأتي خلفنا تشوش علينا، تأتي خلفنا ومعاد الدرس مباشرة، مجرد ما أبدأ الدرس ببدأ التشويش، سواء بوسائل الشيطان الإلكترونية يتم التشويش على إيش، أو بألسن هؤلاء العملاء للحكام مدفوعي الأجر يشوش بإيش؟ بالكلمات التي تقوم بالتشويش على دروس. فلا نقول إلا حسبنا الله ونعم الوكيل، وسيأتي يوم يوضع كل إنسان مقامه الذي يستحقه. سيأتي إن شاء الله يوم قريب يحق فيه الحق ويظهر فيه الحق على الباطل، ويوضع كل إنسان في الخانة التي يستحق أو يستحق أن يوضع فيها. فهذه كلمات الصديق أبو بكر. ونذكر إخواني يعني في كلمات عمر رضي الله عنه، شو قال؟ قال يعني: أخشى أن أسأل بشاة عرجت في العراق فيقال: لما لم تسوي لها الطريق؟
يخشى في إيش؟ في شاء. أعطوني حاكم عربي يخشى الله في أمته. وللأسف إخواني حكام العرب اليوم هي سيوف على رقاب الناس، هي مجرد أدوات موجودة حتى تقوم بأكل حقوقها وأموالها وتسييسها، يعني جبرها إجبارها على الباطل. إخواني السعودية اليوم حفل للشياطين، حفل موسيقي يحضر 70,000 70,000 بلا تباعد، وموسم الحج يتم التقرير إنه كل من سيحضر الحج لهذا العام 60,000، يعني حج حفل ماجن للشياطين وأعوان الشياطين ب 70,000، والحج قديش حددوا له 60,000، يعني عدد محدود. يعني حطوا هذه مقابل هاي، حطوا هذه مقابل هاي، ودعونا ننظر أين نقف. للأسف إخواني نقول إنه حديث الرسول عليه الصلاة والسلام هو حديث صحيح ولا نعترض عليه، ولكن الحديث يتكلم عن مين؟ عن حاكم مسلم حتى لو كان ظالم، ولكنه شماله مسلم. أما هؤلاء فليسوا بمسلمين ولكن يدعون الإسلام، هؤلاء عملاء، لا بل هم أكثر من العملاء، هم جزء من منظومة الشيطان وحزبه. ولا نقول إلا حسبنا الله ونعم الوكيل. هذه إخواني حبيت أني أنا أذكر فيها، لأنه على ما يبدو، على ما يبدو أنه إحنا يعني نقترب من وقت يريدوا أن يقوموا بتلميع الحكام من جديد، بتلميع الحكام من جديد لأمر يحاك بليل، لأمر يحاك بليل. هناك أمر يحاك بليل، وعندما يصل الأمر إلى المسجد الأقصى فنقول إنه الأمر ماله أمر عظيم، يحاك بليل للمسجد الأقصى. ونذكر إنه المسجد الأقصى إنما هو البيت الذي يفرق فسطاط الإيمان عن فسطاط الكفر، هو الذي نعلم من خلاله الصالح من الطالح، هو الذي يكشف معادن الناس على حقيقتها، معادن الناس من هذا البيت، بيت الله، من هذا المكان المسجد الأقصى نستطيع. الله سبحانه وتعالى جعله وأعطانا الإمكانية إنه نستطيع أن نرى فيه، ونستطيع أن نصل منه إلى كل العملاء والمدسوسين يظهروا على حقيقتهم، والصالحين بإذن الله يظهروا على حقيقتهم. هذه إخواني حبيتنا أن أذكر، وإن شاء الله سنعود كلما احتاج الأمر على الأمر من جديد، وكلما حاولوا أن يلبسوا على الناس بشيء سنذكر بإذن الله حتى لا يكون هناك لبس ولا دس ولا غش لا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إني بلغت، اللهم فاشهد، اللهم فاشهد، اللهم فاشهد. الآن إخواني نأتي إلى سؤال آخر، يعني من سورة الإسراء، وعليكم السلام ورحمة الله، من سورة الإسراء. وإحنا تكلمنا في سورة الإسراء كثيرا، ولكن على ما يبدو إنه الأسئلة شمالها لا زالت تنبع حول إيش؟ حول كلمات وآيات ومفردات سورة الإسراء، لأن هذه السورة لها علاقة بآخر الزمان، ونحن نحسب أننا ونعتقد أننا في آخر الزمان. فعلى ما يبدو أن الكلمات تمحص وتفحص بدرجة عالية. يعني السؤال الذي جاني بأكثر من صيغة في قول الله سبحانه وتعالى: فإن عدتم عدنا، ما معنى هذه الكلمات؟ وفي حق من قيلت، هل هي قيلت في حق المؤمنين أم في حق الكفار أم في حق غيرهم؟ طبعا إخواني في التفسير هناك الكثير من الاحتمالات، ولكن إحنا نتكلم بما نراه وبما نعتقده، ودائما نقول والله سبحانه وتعالى أعلم، والله سبحانه وتعالى أعلم. أما إخواني الابتداء لما نقول وإن عدتم عدنا، نأتي لما بعدها من كلمات، ماذا يقول سبحانه وتعالى؟ وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. فكأنه الكلمات مرتبطة في مين؟ بالكافرين. فهون يعني إن عدتم
يا أيها الكافرون عدنا وجعلنا جهنم لكم حصيرة. يعني هذا يعني الخاتمة تبعت الآية إنما تعطي مدلول لمعنى هذه الكلمة. الآن على فرض أن الكلام يتكلم عن الكفار، فماذا تعني إن عدتم؟ يعني هم سووا الشيء وهلأ شو بدهم يسووا؟ يرجعوا عليه. والله سبحانه وتعالى سوى الشيء، شو بده يسوي؟ بده يرجع عليه. ما هذا الذي تكلم عنه سبحانه وتعالى أنهم فعلوا ثم جاء شيء فعله الله سبحانه وتعالى والآن يريد أن يعيد الكرة مرة أخرى؟ فنحن نتكلم عن أمرين. لما نتكلم عن أمرين إخواني، لربما الآيات السابقة تدلنا عن هذين الأمرين. في قول الله سبحانه وتعالى وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين، جاءت كلمة إيش؟ مرتين. فمعنى إن عدتم، عدنا مرتبطة بإيش؟ مرتين. معنى وجعلنا جهنم للكافرين، الكافرين من هم؟ وقضينا إلى بني إسرائيل. كأن الكلمات تفسر بعضها بعضا. فنقول والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم أن وإن عدتم يا بني إسرائيل وأنتم بهذا تكفرون، وإن عدتم يا بني إسرائيل وأنتم بهذا تكفرون إلى إفسادكم الذي أفسدتموه في أول مرة، سنعود بما عدنا عليكم بعد هذا الإفساد. هيك بصير معنا وإن عدتم عدنا. الآن إخواني يعني نعود ونذكر بما قلنا سابقا، نذكر فيه إن الذكرى تنفع المؤمنين بإذن الله سبحانه وتعالى. ما هم الإفسادين؟ أول شيء نذكر إخواني، نذكر أننا لما نتكلم عن فسادين ونتكلم عن بني إسرائيل، أول إشي رحلة حياة بني إسرائيل على طول الخط شو هي؟ فساد في فساد. يعني مش فسادين في لبني إسرائيل، كل مراحل حياتها شو هي؟ فساد. أول إشي من هو إسرائيل؟ إسرائيل هو سيدنا يعقوب عليه الصلاة والسلام. ويعقوب يعني كان يحب أن يكنى بإيش؟ بإسرائيل. إسرائيل معناها صفوة الله، يعني كما نقول إحنا في لغتنا عبد الله، عبد الله أو في وقتهم صفوة الله. فإسرائيل صفوة الله أو عبد الله اللي هو سيدنا يعقوب، وأبناؤه شو منو عنهم؟ بني إسرائيل، يعني أبناء يعقوب. وإحنا مش منعرف منهم؟ الـ12 سبط، من ضمنهم سيدنا يوسف وبنيامين، أخوه بنيامين، هذول اللي كانوا إيش؟ أصلحهم. والباقي أكبرهم وباقيهم روبين وغيره، هذول شو بنسميهم؟ إخوة سيدنا يوسف أو أبناء مين؟ سيدنا يعقوب. وكل واحد من الـ12 شو أصبح؟ أصبح مع الوقت قبيلة قائمة بحاله، يعني أصبح سبط. شو يعني سبط؟ يعني مجموعة، قبيلة، قرية، جماعة من الناس كبيرة تنتمي لمين وتعود في سلسلتها لمين؟ لهذا الابن، وفي النهاية لسيدنا يعقوب عليه الصلاة والسلام. فشو في عنا 12 سبط اللي هم يعني 12 قرية، 12 مجموعة، 12 قبيلة، واللي هم تابعين لأبناء سيدنا يعقوب عليه الصلاة والسلام. هؤلاء إخواني الـ12 قبيلة، إذا إحنا اطلعنا أول شيء نطلع على آبائهم الـ12، يعني 12 ابن من أبناء سيدنا يعقوب، في بداية حياتهم شو سووا؟ ألم يأخذوا سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام وقاموا بإلقائه في الجب؟ ولسه إخواني قبل إلقائه في الجب شو كانوا ناويين؟ يقتلوا، ولكن يعني رحمة من كبيرهم وشفقة منهم اقترح انه شو بيسووا؟ انهم يلقوه في الجب بدل ايش؟ بدل ما يقتلوا. هل نسمي هذا الصلاح ولا شو نسمي اخواني؟ أليس هذا بفساد؟ هذا فساد. بعد ذلك يا اخواني يعني لما صارت بني اسرائيل في مصر، وبنعرف اخواني انه صارت في مصر مع مين؟ مع سيدنا يوسف، مش رفع ابوي إلى العرش سيدنا يوسف وصاروا داخل موجودين في مصر وعاشوا حياة الملوك، ما
مع سيدنا يوسف، وكان سيدنا يوسف هو عزيز مصر، أو أصبح في النهاية عزيز مصر، يعني أهم شخصية في مصر، وأصبح هو الآمر الناهي على خزائنها. فلأبناء إخوته لما جاءوا وغفر لهم شو سوى؟ يعني مكنهم في الأرض وأعطاهم مناصب عظيمة، وصاروا من الأغنياء وعاشوا حياة الملوك في مصر. طب بعد ذلك ماذا فعلوا؟ هل اكتفوا انهم يعيشوا حياة الملوك؟ لا، شو صاروا بدهم؟ صاروا بدهم الحكم نفسه، مش بس حياة الملوك، بدهم الملك نفسه، ملك مصر. عشان هيك شو سووا؟ قاموا بتحريض جماعات موجودة في شمال سوريا، جنوب تركيا، منطقة فلسطين، منطقة العراق. حرضوهم على مين؟ على الفراعنة المصريين في ذلك الوقت. ونعلم اللي بحب يرجع للتاريخ، معركة قادش شو هي؟ هي معركة بين هاي الجماعة وبين الفراعنة، واللي كان المحرض فيها مين؟ بني إسرائيل. وكادت هذه القبائل أن تغلب الدولة المصرية وأن تحتلها، إلا أنه بحكمة الفرعون اللي كان موجود في ذلك الوقت تراجع قليلا قليلا قليلا، حتى كيف أنا منقول؟ حتى أنه ينفدي بجلده وعاد إلى مصر. واكتشف الخديعة التي قام بعملها مين؟ بني إسرائيل. طيب شو كانت النتيجة؟ النتيجة أنه استعبدهم واستحيا نسائهم وذبح نسائهم وأبنائهم، وجعلهم يعملوا بالصخرة، يعني كايش؟ كعبيد، كعبيد. هذه كانت النتيجة. هلأ هذا الأمر أنهم عايشين حياة الملوك وقاموا بالانقلاب على الدولة اللي بتقويهم، هذا فساد ولا مش فساد؟ طبعا فساد، طبعا فساد. بعد ذلك يا إخواني بدأوا يبكوا لله عز وجل، خلاص إحنا عرفنا غلطتنا وإحنا تبنا لله عز وجل، طلعنا من المحنة العظيمة اللي سبحانه وتعالى شو بقول عنها؟ وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. إذا الله سبحانه وتعالى يتكلم عن بلاءهم ويقول بلاء عظيم، كيف لو إحنا شفنا بلاءهم؟ شو بدنا نقول عن بلاءهم؟ فالله سبحانه وتعالى يصف بلاءهم بالعظيم، يعني العقاب اللي وقع عليهم شديد جدا جدا جدا، لربما لم يقع على أمة مثل هذا العقاب. بعد ذلك بدأوا يبكوا لله عز وجل، إحنا عرفنا غلطتنا، إحنا تبنا، إحنا بدنا ترجعنا للعز اللي كنا عايشين فيه. فيرسل لهم مين؟ سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام. وشو كان؟ شو كانت مهمة موسى؟ كانت مهمة موسى أنه يخرجهم من جبروت فرعون، وفين يوديهم؟ للأرض المقدسة. هذا كان الهدف تبعهم، وأول شيء كان بإيش؟ عن طريق الكلام، عن طريق الطلب، أنه يطلب من فرعون طلب أنه يعطيه بني إسرائيل حتى يخرج فيهم من مصر، وفين روح فيهم؟ للأرض المقدسة. ولكنه فرعون شماله ما استجاب. فالله سبحانه وتعالى أرسل آيات عظيمة أيت فيها مين؟ سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام. 9 آيات من العظام شفتها بني إسرائيل في إيش؟ بأعينها. كيف الماء بتكون بين بيدي بني إسرائيل ماء تشرب، ماء يعني سلسبيل يشرب، ولكن لما يوضع في يد مصري يتحول إلى الدم. القمل، الجراد، وغيرها من الآيات العظيمة التي شافتها بني إسرائيل بأعينها. شو المفروض إنه إخواني؟ أليس من المفروض إنه بني إسرائيل تعظم الله سبحانه وتعالى على هذه الآيات؟ وفي النهاية آخر الآيات وأعظمها إنه لما موسى وصل فيهم على حافة البحر، فلق البحر بعصاه وصاروا قطوضين عظيمين، يعني مي واقف إخواني. تتصور إنه المي واقف بدون ولا شيء، من شيء من جهة ومن جهة تانية، والأرض بيناتهم يابسة، يابسة يعني ناشفة، يعني بتحط إجرك عليها فيش حتى طين، فيش حتى طين، أرض يابسة، يابسة، أرض يابسة. فيسيروا ويأتي فرعون من خلفهم ويدخل بين الماء، بين طوضي الماء، حتى أنه يدركهم ويخرجوا من الطرف الآخر جميعا، جميعا، مش والله واحد تخلف. لما خرجوا جميعهم، كبيرهم وصغيرهم، رجالهم ونساءهم، أطفالهم وشبابهم، وصاروا خارج الماء، شو سوى سبحانه وتعالى؟
أطبق أو طبق الماء على مين؟ على فرعون وجيشه وجنده. أليست هذه آية عظيمة تستحق أن تعظم الله سبحانه وتعالى؟ طيب شو كانت النتيجة يا إخواني؟ شو كانت النتيجة؟ إنه بمجرد أن خرجوا من الماء شو لقوا؟ لقوا قرية تعكف على أصنام، تعبد أصنام. شو قالوا لسيدنا موسى؟ اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. شو بدهم؟ بدهم يعبدوا غير الله عز وجل. ما كفاكم اللي شفتوه من الآيات العظام الله سبحانه وتعالى أرسل لكم إياها؟ أين إيمانكم بالله سبحانه وتعالى؟ أين حبكم لله عز وجل؟ أين تعظيمكم لله سبحانه وتعالى؟ شو كانت النتيجة؟ اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. أليس هذا بفساد؟ فساد عظيم إخواني، فساد عظيم. ثم يعني لما صار فيهم سيدنا موسى ووصلهم على حافة الأرض المقدسة، شو قال لهم؟ تفضلوا ادخلوا، بس قولوا حطة وادخلوا، والله سبحانه وتعالى راح يغفر لكم، راح يسامح لكم كل ذنوبكم وراح ينصركم. شو قالوا له لسيدنا موسى؟ اذهب أنت وربك فقاتلا. أليس هذا فساد؟ فساد، فساد ما يبلو. والله سبحانه وتعالى يعني يعيدهم إلى صحراء سيناء وينزل عليهم المن والسلوى. من وسلوى إخواني؟ لحوم تؤكل دون أن تطبخ، وطعام لذيذ ما بدك تعده ولا تحضر له. شو طلبوا من الله عز وجل؟ بدهم بصلها وكثائها وفولها وعدسها. شو بدهم؟ بدهم شغلات تانية يتعبوا فيها، ما بدهم النعمة الجاهزة من الله. أليس هذا بفساد إخواني؟ فساد. طيب بعد ذلك الله سبحانه وتعالى يطلب من سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام أن يأتي ويحضر كل قومه، مش هو موسى لحاله ومش جزء من قومه، يعني الصغير والكبير، الرجل والامرأة، الشاب والعجوز، كلكم تعالوا للقاء الله عز وجل. هل هناك أعظم من أن تلقى الله سبحانه وتعالى؟ إخواني، من يلقى الله يصبح بمثابة نبي، يصبح مثابة نبي، لأنه الله سبحانه وتعالى لا يكلم إلا مين؟ إلا الأنبياء. هل هناك أعظم وأشرف من هذا الأمر؟ ما في. فالله سبحانه وتعالى يأمر أو يطلب من سيدنا موسى أن يأتي بكل قومه للقاء الله عز وجل. يريد أن ينزل التوراة من السماء على سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام، حتى أن كل قومه يشهد نزول التوراة، حتى ما يكون ولا لأي فرد منهم إيش حجة على الله إنه هذه التوراة ليست من عند الله عز وجل. في أكثر من هيك يا إخواني؟ فيش أكثر من هيك. فماذا فعل قوم موسى؟ شو قالوا لهم؟ اذهب للقاء الله، وإحنا شو منيجي؟ نيجي في أثرك، منلحقك، منلحقك، أسبوعنا منلحقك. هل هناك إخواني من يتخلف عن لقاء الله سبحانه وتعالى؟ هل هناك عاقل يتخلف عن لقاء الله عز وجل؟ ليس من عاقل يتخلف عن لقاء الله سبحانه وتعالى. أليس هذا بفساد؟ هذا فساد. فلما يصل سيدنا موسى للقاء الله، والله سبحانه وتعالى يسأله عن قومه، وشو بقول له؟ إنهم هيهم في أثري جايين وراي. شو بقول لهم؟ بقول له سبحانه وتعالى لموسى إنه وأضلهم السامري، إنه هيهم شو عمالهم بيسووا؟ عمالهم بيعبدوا العجل، يعني تركوا لقاء الله عز وجل. وشو سووا؟ اتبعوا السامري اللي سوى لهم عجل وعبدوا العجل مع هذا السامري. أليس هذا بفساد؟ هذا قمة الفساد. ويعود سيدنا موسى غضبان أسف لقومه، ثم يأمر كل من أو يأمر من لم يعبد العجل بقتل من عبد العجل، يعني يأمرهم. فتقف الناس اللي ما عبدتش العجل تقف، واللي عبدت العجل ينحني أسفل منه، ويأخذ كل منهم إيش؟ سكين، كل واحد بيحمل سكين، وهداك بيقعد تحتيه. والله سبحانه وتعالى يعني رحمة في من لم يعبد العجل، لأنه ممكن اللي تحتيه مين يكون؟ ابنه، أبوه، أخوه، قريبه، كيف سيذبحه؟
فالله سبحانه وتعالى يعتم الدنيا. يعني لما يأتي موسى وأراد موسى أن يعطي الأمر بالذبح، الله سبحانه وتعالى يعتم الدنيا، فيقوم بذبح هؤلاء الذين ذبحوا العجل، فعبدوا العجل، فيقوم هؤلاء بذبح هؤلاء الذين عبدوا العجل في لحظة واحدة، يقتل كثير من بني إسرائيل. ثم يقوم سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام بعد ذلك باختيار 70، اختيار 70 هم أفضل من تبقى، أفضل من تبقى، يعني هم الصفوة، يعني زبدة الزبدة زبدة الزبدة زبدة الزبدة، أفضلهم 70 منهم. حتى الله سبحانه وتعالى يقول: واختار موسى 70 رجلا، اختار موسى لميقاتنا، يعني بما معناه انه 70 هذول شو هم؟ قوم سيدنا موسى، قوم سيدنا موسى. فيختار هذول 70 حتى انه شو يشهدوا؟ يشهدوا نزول التوراة، ويخرجوا مع سيدنا موسى للقاء الله سبحانه وتعالى هذول 70، وينزل سبحانه وتعالى التوراة على سيدنا موسى، ويشهد 70 نزول التوراة. ماذا يسألهم سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام؟ آمنتم إن الله سبحانه وتعالى هو الذي أنزل التوراة؟ وانتم شفتوها بتنزل من السماء علي، شو قالوا له؟ لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. هذول 70 أفضل صفوة، قالوا له لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، فأخذتهم الصاعقة، الله سبحانه وتعالى صعقهم، فيش مجال، خلص صعقهم سبحانه وتعالى، فماتوا عن بكرة أبيهم، 70 كلهم ماتوا. سيدنا موسى كونه يعلم من خلفه، ويعلم فسادهم، ويعلم ألاعيبهم، ويعلم كلماتهم وأفعالهم، شو بيقول لله عز وجل؟ يبدأ يناجي الله عز وجل: يا الله أمتهم، ماذا سأقول لبني إسرائيل الآن؟ راح يقولوا إنك أنت أخذتهم لإيش؟ لفخ؟ راح يقولوا إنك أخذتهم لمقتل؟ راح تقولوا إنك أخذتهم مكيدة عشان تقتلهم؟ ما راح يآمنوا إنهم قالوا كذا وإنك أنت اللي صعقتهم، راح يتهموني إن أنا قتلتهم. فيحييهم سبحانه وتعالى من جديد كرامة لسيدنا موسى عليه الصلاة والسلام، فيحييهم من جديد ويعود لبني إسرائيل من جديد، ويشهدوا أن التوراة نزلت من السماء على سيدنا موسى، شهادة 70. فسيدنا موسى شو بقول لهم؟ تآمنوا هلأ أن التوراة جاءت من السماء، ليش بقولوا؟ نؤمن. شو بقول لهم موسى عليه الصلاة والسلام؟ تمام، أمامنا، هلأ شو بدنا نسوي؟ بدنا نأخذ ما فيها. شو بقولوا له؟ لا، هذا موضوع تاني، هذا موضوع تاني، احنا آمنا انه التوراة مالها من الله عز وجل، اما انه احنا ننفذ فيها هذا موضوع تاني ما لناش فيه. فالله سبحانه وتعالى يرفع فوقهم الجبل كأنه ظلة، وشو بقولهم؟ خذوا ما فيه بقوة، يعني واحدة من تنتين، يا بتقبلوا تنفذوا اللي فيه، يا اما هلأ بنزل عليكم الجبل وبخسفكم جميعا. فشو بقولوا؟ لا خلاص سنأخذ ما فيه. أليس هذا إخواني بفساد؟ الخلاصة اللي بدنا نوصل لها إخواني، لما يقول سبحانه وتعالى: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين، المرتين للفساد، هذا سيكون فساد مخصوص، ليس أي فساد، لأنه رحلة حياة بني إسرائيل شمالها كلها فساد. فالسؤال الذي يطرح نفسه الآن: أي الفسادين هما المقصودين الآن في هذه الآية؟ ما هما هذين الفسادين اللذين تكلم عنهم سبحانه وتعالى في قوله: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين؟ فالله سبحانه وتعالى لما نقرأ ما بعدها يعني يعيننا لفهم القرآن. شوفوا سبحانه وتعالى: ولتعلن، لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا، يعني الله سبحانه وتعالى شو بقول لك؟ بقول لك الفسادين المقصودين في هذا الآية، في هاي الآية، إنما هما فسادين مرتبطين بعلوين لبني إسرائيل، وهذول العلوين
مش العلوين، لتفسدن فين؟ في الأرض. فالعلوين فين هم؟ في الأرض. فالله سبحانه وتعالى يعيننا على فهم القرآن، شو بقول لنا؟ إنه الفسادين المقصودين إنما هما فسادين مرتبطين بعلوين لبني إسرائيل في الأرض. أي أرض إخواني؟ أرض المقدسة قولا واحدا. يعني اسأل أي واحد الآية عن ما إيش تتكلم من بداية السورة، الله سبحانه وتعالى شو بقول؟ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. في الكلام عن المسجد الأقصى أو الأرض المباركة، الأرض المباركة هي المسجد الأقصى. فالكلام إنه في علوين لبني إسرائيل في الأرض المقدسة. السؤال إخواني الآن، وماذا يعني العلو؟ العلو في الأرض شو بيعني؟ كيف يكون العلو في الأرض؟ هل إذا أنت كنت تحت حكم دولة أخرى بتكون عالي في الأرض؟ نقول طبعا لا، قطعا لا. حتى تكون عالي في الأرض لابد أن تكون حر مستقل، ولك علم على هذه الأرض ترفعه على هذه الأرض. فمعناه الله سبحانه وتعالى يعطينا منارات. شو بقول لنا؟ بقول لنا في مرتين بني إسرائيل رفعت علمها على الأرض المقدسة. إذا عرفت هذول العلمين شو بتعرف؟ بتعرف الفسادين، بتعرف الفسادين. متى كان السؤال بسكة الآتي الآن، متى كان لبني إسرائيل علم على الأرض المقدسة؟ يعني بنمشي نرجع كمان مرة، يعقوب لا، الأصباط لا، يوسف لا، موسى طبعا لا، لأنه موسى إخواننا نتذكر أنه في دعاء موسى في الحديث الصحيح أنه طلب من الله سبحانه وتعالى أن أدنني من الأرض المقدسة رمية بحجر. يعني ما دخلها الأرض المقدسة؟ فبعد موسى مين أجا؟ نبي الله يوشع بن نون. يوشع بن نون دخلهم الأرض المقدسة ولا ما دخلهم؟ دخلهم، وبدأ القتال، وحتى أنه دعا الله سبحانه وتعالى لأنه دخل يوم السبت أنه يوقف الشمس حتى ما يدخل السبت، حتى ما يدخل السبت، حتى يستمر القتال. والله سبحانه وتعالى استجاب له وأوقف الشمس في كبد السماء، واستمر القتال حتى إنهم إيش انتصروا في الحرب في تلك المعركة. فمعناه يوشع بن نون، يوشع بن نون بعطي درس عمي، اسأله هون، اسأله عمي هون، اسأله هون. أنا من المغرب وأنا كنت يهودي، والإسلام دابا دابا تسمت في الجامع الأخضر اللي كان. عمال بنعطي درس عمي، اسأل اسأل شو اسمه. اقعد بعد الدرس بتسلني اللي بدك اياه ان شاء الله. فنقول انه يوشع بن نون دخلهم الى الارض المقدسه. بعد يوشع بن نون مين اجا؟ سيدنا سيدنا داوود. داوود طبعا اللي بنعرف انه ايش عاش في الارض المقدسه. ومين اجا بعده؟ سيدنا سليمان. طيب مع سيدنا سليمان كيف كان حالهم في الارض المقدسه؟ شو بنقول؟ انه سيدنا سليمان أحد أربعة امتلكوا أقطار الدنيا، مش بس الأرض المقدسة. فمعناه هل نستطيع أن نقول إنه سيدنا سليمان هذا فترة علو ولا لا؟ طبعا نستطيع. طب بعد سيدنا سليمان شو صار؟ صار في السبي البابلي، وراحوا لفين؟ مأسوريين لبابل في العراق. بعد ذلك عادوا بأمر من كورش لفين؟ للأرض المقدسة. ولكن عودتهم كانت تحت مين؟ تحت الحكم اليوناني، وبعد ذلك الحكم الروماني. وهم موجودين تحت الحكم الروماني واليوناني، هل نستطيع أن نقول عن هذا علو؟ لا، هذا ليس بعلو. يعني أي نعم في عودة، ولكن ما في علو، لأنه موجودين تحت نظام آخر. وهذا الحال استمر لحد سنة 135 ميلادي، لما جاء هرديان وقتل من بني إسرائيل تقريبا 70,000، وقام بهدم الأرض البيت مدينة القدس، وحرتها بالمحاريث. يعني تيتس مرحلة وهرديان مرحلة ثانية، حرتت بيت المقدس بالمحاريث. ثم بعد ذلك يعني قام هرديان بطردهم من الأرض المقدسة، وتوعد كل من يعود لها بالقتل، وخرجت بني إسرائيل من الأرض المقدسة. متى عادت بعد 135 للأرض المقدسة؟ على مر الزمان ما عادت إلا إمتى؟ سنة 48.
سنة 48 إخواني إحنا بنعرف سنة 47 يعني كان في قرار للأمم المتحدة إنه يتم تقسيم الأرض المقدسة إلى دولتين، واحدة لليهود وأخرى للعرب، ما قالوا لدولة فلسطينية وقالوا للعرب. وسنة 48 انسحبت بريطانيا وأصبح هناك سيادة واستقلالية لمين؟ لدولة بني إسرائيل على الأرض المقدسة. فمعناه شو صار في عنا؟ علم تاني. معناه نسأل الآن أين العلمين؟ أين العلوين؟ فيكون العلو الأولاني مع سيدنا سليمان، والعلو الثاني متى ابتدأ؟ مع أو سنة 48. العلم الأولاني ابتدأ مع يوشع بن نون واستمر مع داود واكتمل مع مين؟ مع سليمان. والعلو الثاني ابتدأ إمتى؟ سنة 48، ولا زال العلو مستمر. وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا، ولا زال إيش ماله العلو مستمر. طيب بعد العلو الأولاني، بعد العلو الأولاني ماذا حدث بعد العلو الأولاني؟ بعد العلو الأولاني إخواني ما نعلمه إنه بعد موت سيدنا سليمان عليه الصلاة والسلام مباشرة ما أن خرت من سأت سيدنا سليمان حتى قالت بني إسرائيل سليمان كافر واستخدم السحر لحكمكم، وأوراق السحر مدفونة تحت فين؟ تحت إيش؟ تحت كرسيه. هذا ما قالته بني إسرائيل. والله سبحانه وتعالى يبرئ سيدنا سليمان، يعني اللي برجع للآية رقم 102 من سورة البقرة شبوه سبحانه وتعالى: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. يعني الله سبحانه وتعالى قال إنه من قال إنه سليمان كافر هو شيطان، شياطين الإنس. هؤلاء الذين كفروا سيدنا سليمان هم من شياطين الإنس. فالأخوان شو بنقول؟ بعد موت سيدنا سليمان شو ابتدأ؟ ابتدأ الفساد. ابتدأ إيش؟ الفساد. ولكن إخواني قمة الفساد متى جاءت بعد سيدنا سليمان؟ جاءت مش بتكفير سيدنا سليمان، ولكن باعترافهم هم بلسانهم، حتى أن الله سبحانه وتعالى أي نعم الله سبحانه وتعالى يقول: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. يعني احنا شهداء عليهم، ولكن حتى انه ما ينكروا شهادتنا شو جعل كلامهم؟ جعل كلامهم وحجة عليهم. يعني في أسفارهم، في سفر أو في كتاب الملوك، في سفر خطايا إسرائيل ويهوذا، ماذا تقول بني إسرائيل؟ تقول: لم نترك في الأرض المقدسة، هذا كلامهم، لم نترك في الأرض المقدسة شجرة خضراء ولا تلة مرتفعة إلا وجعلنا فيها نصب، يعني صنم، لبعل أو عشتروث عبدناه من دون الإله لإغاظة الرب. هذا كلامه بعد الدرس، بعد الدرس الدرس مسجل بعد الدرس. فيقول، نعيد الكلام: لم نترك في الأرض المقدسة شجرة خضراء ولا تلة مرتفعة إلا وجعلنا فيها نصب لبعل أو عشتروث عبدناه من دون الإله لإغاظة الرب. هذه كلماتهم. هذا إخوان شو بنقول عنه؟ قمة الفساد. هل في أعلى من الشرك مع الله فساد؟ ما في فساد أعلى من هذا الفساد. طيب شو كانت نشأة؟ طلعوا إخوان، في عنا علو، بعدي شو أجا فيه؟ فساد، ثم وصل هذا الفساد لفين؟ للقمة. وبعد وصول الفساد للقمة شو جاء؟ العقاب أو العقوبة الربانية. شو كانت العقوبة الربانية؟ إنه هو أول إشي سلط هم الأصباط، سلطهم بعضهم على بعض، صارت حروب داخلية بيناتهم، وانقسمت الدولة إلى إيش؟ إلى دولتين. صار في إشي اسمه إسرائيل، دولة إسرائيل، والتاني شو اسمها؟ دولة يهوذا. يعني دولة إسرائيل كان فيها تقريبا 10 أصباط، ودولة يهوذا كان فيها سبطين، سبط إسرائيل يهوذا وسبط بنيامين، هذول مع بعضيهم، وهذلاك 10 مع بعضيهم قسموا. هذا العقاب الأولاني، العقوبة الأولانية، كما هو حالنا اليوم إخوان. حالنا اليوم ماله؟ انقسام. في عنا القدس، في عنا الضفة، في عنا 48، وفي عنا قطاع غزة، والأسف يعني هذه عقوبة إخوان، هذه عقوبة. طيب
طبعا عقوبة إلنا لأنه إحنا ابتعدنا عن الله عز وجل، يعني ما كفرنا ولكن ابتعدنا عن الله عز وجل. هم هذه بداية العقوبة تبعتهم، الانقسام، الاقتتال والانقسام. ثم بعد ذلك قام بتسليط الحيثيين، مش الحوثيين اللي في اليمن اليوم، لا، الحيثيين هي مجموعة من القبائل كانت تسكن سوريا والعراق وتركيا وجزء من فلسطين. سلطهم على مين؟ على دولة إسرائيل. أبادتها عن بكرة أبيها، ما تم فيها لا ولد ولا امرأة ولا شيخ ولا أي شخص، يعني 10 أصباط شو صار فيهم؟ اختفوا من التاريخ، ما عادوا قائمين ولا عاد في لهم ذكر. مين تم؟ تم سبت يهوذا وبنيامين اللي مسميهم سبت أو دولة يهوذا، هذه اللي تمت. شو سوى سبحانه وتعالى فيهم؟ طبعا ما بين العقوبة والعقوبة إخواني في فترة انتظار. هاي الفترة انتظار لإيش؟ حتى يعطي سبحانه وتعالى الفرصة لهذا أو لهؤلاء أن يتوبوا ويعودوا لله عز وجل. ولكن هل تابوا؟ ما تابوا وما عادوا. فشو جاءت؟ استمرت العقوبة. كيف استمرت العقوبة؟ أن سلط عليهم سبحانه وتعالى دولة العراق بقيادة بخت نصر أو نبوخذ نصر، دخل إلى الأرض المقدسة، قام بهدم المسجد. نقول إخواني المسجد ولا نقول الهيكل. قام بهدم المسجد الذي بناه سليمان عليه الصلاة والسلام. اللي بناه سليمان شو هو؟ مسجد. قام بهدم المسجد الذي بناه سليمان عليه الصلاة والسلام، وقتل كل رجال هذول الصبتين. مين أبقى؟ الأطفال والشيوخ والنساء. سوى فيهم؟ ما خلاهم في الأرض المقدسة، ولكن أسرهم، أخذهم أسرى لفين؟ لبابل، معسكر بابل. فانتهى وجود بني إسرائيل فين؟ في الأرض المقدسة. هاي العقوبة. العقوبة معناها 3 مراحل: اقتتال داخلي، بعدين موت لا الغالبية، بعدين إيش؟ سبي لا البقية، وخروج كلي من الأرض المقدس. هذا فين إخواني؟ كما تكلمنا، فساد، وخلينا نقول دخول علو ثم فساد ثم قمة الفساد ثم العقوبة اللي نهايتها بالطرد من الأرض المقدسة. نأتي إخواني هلأ سنة 48. شو قلنا سنة 48؟ شو في عنا؟ علو، بداية علو. وهذا العلو إخواني نعلم إنه هو إيش؟ يعني كان في كل مراحله فساد بفساد بفساد بفساد. إن انظروا من 48 لحد اليوم ما قامت فيه دولة بني إسرائيل من هدم بيوت وقتل نفوس ومصادرة أملاك وأمور أخرى كثيرة عديدة لا تعد ولا تحصى. أليس هذا بفساد؟ فساد. ولكن إخوان لازلنا نقول إنه الفساد يستمر ويتعاظم حتى يصل إلى القمة. ننظر إخواني إلى الصورة السابقة في الفساد الأول. قلنا الفساد الأول لفين وصل؟ للقمة بعبادة غير الله عز وجل. عشان هيك بدنا نتوقع إنه الفساد الثاني يكون قمته بإيش؟ بعبادة غير الله عز وجل. فالسؤال اللي بنطرحه لأنفسنا: هل ستعبد بني إسرائيل غير الله؟ ولا أقول في السر ولا أقول تحت الطاولة لأنه هذا موجود حاليا بس إحنا ما بنعرفه، ولكن أقول علنا جهارا نهارا على عينك يا تاجر، هل ستعبد بني إسرائيل غير الله؟ شو منقول؟ نعم. ليش؟ لأنه نعلم أنه أكثر أتباع الدجال مين هم؟ النساء واليهود. ونعلم أنه سيتبع من يهود أصفهان الدجال قديش؟ 70,000. شو معناه؟ الدجال شو بيبدأ؟ بيبدأ بقول لك أنا صالح، بعدين شو بقول لك؟ أنا نبي الله عيسى، بعدين شو بقول لك؟ أنا ربكم الذي يجب أن تعبدوه. مش هيك الدجال؟ فلما يقول أنه إله تمسح عينه بالكلية ويكتب على جبينه كفر أو كافر، حتى يعلمه كل مسلم قارئ أو غير قارئ أنه عدو لله عز وجل. ولكن لا زال أنه بني إسرائيل شمالها تتبعه. ونقول أنه قمة الفساد الثاني، قمة الفساد الثاني إنما ستكون عندما تقوم هؤلاء، عندما يقوم هؤلاء بإيش؟ باتباع الأعور الدجال وعبادته وتقديسه كأنه إله رب
يعبد. وقتها شو بيجي؟ شو بدها تيجي؟ العقوبة كما في الحال الأولان. معناه قول الله عز وجل وإن عدتم في حال علوكم الأول وما بدأتم فيه من فساد وما وصلتم فيه من قمة فساد بعبادة غير الله، ثم ما جئت به أنا بعقوبي عليكم بحيث قضي على أكثركم ثم طرد الباقي من الأرض المقدسة، هذا الحال شو راح يصير فيه؟ سينسخ من جديد ويكرر من جديد في المرحلة الثانية في العلو الثاني. يعني عندما نصل إلى مرحلة الأعور الدجال شو تبدأ؟ تبدأ العقوبة الربانية. العقوبة الربانية إخواني شو بتبدأ؟ شو بنعرفها؟ بداية العقوبة الربانية إنما تكون بنزول سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام. طبعا تمهيد لسيدنا عيسى، هناك المهدي الرجل الصالح اللي بيكون عماله بخوض حروب ويكون قد وصل إلى الأرض المقدسة قبل ظهور الأعور الدجال وقبل نزول سيدنا عيسى لربما بخمس ست سبع ثمان أو تسع سنين على الأكثر، يعني بين خمس إلى تسع سنوات يكون المهدي عماله بخوض بحروبه حتى يصل لفين؟ إلى هذا المكان. لما يأتي الوقت ويعبد هؤلاء ويتبع هؤلاء الأعور الدجال شو بيجي؟ ينزل سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام، وينزل في يوم الأعور الأربعين، لأنه مكث الأعور قديش؟ أربعين يوم، يوم كسنة، يوم كشهر، يوم كأسبوع، وباقي أيامه كأيامنا. في اليوم الأخير مين بقتله؟ سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام. فسيدنا عيسى يأتي في آخر أيام الأعور الدجال ويتبع حتى يظفر فيه في بيت لد ويقتله بحربته في بيت لد. ثم يخرج هذا الرجل الصالح اللي بيكون في هذا المكان المبارك المقدس بعد أن صلى عيسى عليه الصلاة والسلام خلفه من هذا المكان، ويلاقوا الأعداء مجتمعين في الملحمة الكبرى وينتصر فيها المسلمين مسلمون بإذن الله سبحانه وتعالى وينهزم الأعداء. ثم يحضر هؤلاء الأعداد مسلسلين مغلغلين مغلين أمام مين؟ أمام سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام حتى يحكم فيهم. هل فكركم سيرضى منهم فدو ولا جزية؟ لا، الله سيدنا عيسى سيكسر الصليب، يعني لن يقبل أنه يبقى نصراني أو يهودي، فقط دين الإسلام. سيذبح الخنزير، لن يقبل أي شعيرة غير شعائر الإسلام، وسيضع الجزية. ما في فدو، ما في أمامكم إلا الذبح أو الإسلام. هلأ أو الإسلام هاي إخواني مش تخيير، أو الإسلام مش تخيير، يعني الحكم أصلا شو هو؟ الذبح. هم شو استحقوا؟ الذبح. إلا إن البعض يسارع قبل الذبح بإيش؟ بإشهار إعلان وإشهار وإعلان إسلامه، ينطق الشهادتين حتى شو يسوي؟ يعصم دمه بهذا الإشهار وبهذا الإعلان. وسيدنا عيسى وقاف عند الحق، حتى لو كان كاذب، حتى لو كان منافق، حتى لو كان شو ما كان، طالما انه نطق بلا اله الا الله محمد رسول الله، يتوقف سيدنا عيسى عند هذا الحد. فسيدنا عيسى يضع الجزية ويذبح كل من لا ينطق بلا اله الا الله محمد رسول الله. وديروا بالكم اخواني، هون نقطة حساسة. سيدنا عيسى لا يخيرهم ما بين الإسلام أو الذبح، لأن الله سبحانه وتعالى قال لكم دينكم ولي دين. يعني إذا أنت ما بدك تسلم عليك الجزية، ولكنه يضع الجزية. هون أصلا استحق عليهم الذبح، ولكنه يتوقف عن الذبح إيش؟ أمام من يشهد لا إله إلا الله محمد رسول الله. يجب أن تفهم هذه النقطة. ونقول هذه الشيء راح تكون العقوبة الثانية. فيصبح إخواني معنا إن عدتم، عدنا، إذا أنتم عدتوا بفسادكم وعبادة غير الله في الأرض المقدسة بعد التدرج في الفساد، شو في لكم؟ هذه العقوبة الربانية الساحقة الماحقة
وهذه العقوبة شو راح تسوي فيها ستتكرر من جديد إن شاء الله فيما سيأتي من وقت ومن زمان، ونحسب أن هذا الوقت وهذا الزمان شماله قريب بإذن الله، ولكن لا نتعجل، أتى أمر الله فلا تستعجلوه. نحن لا نتعجل، نحن نتيقن متيقنين أن نقول أن وعد الله حق. هذا ليس بشعار نرفعه، هذا كلام الله، إن وعد الله حق، هذا كلام الله أكثر من يقين. اليقين اعتقاد عندك يصل لإيش؟ لعدم الشك، ولكن هذا كلام الله أعلى من اليقين، كلام الله. الله سبحانه وتعالى يقول وإن وعد الله حق، هذا كلام الله عز وجل. فكون كلام الله يقول إن وعد الله سبحانه وتعالى حق فهو متحقق، سواء أنا وصلت له ولا ما وصلت له في حياتي، شفته ولا ما شفته، في حواسي في عيني أنا متيقن تمام اليقين أن هذا الأمر سيحدث وسيتحقق وسيأتي وعد الله سبحانه وتعالى، وسيتم وستزول دولة بني إسرائيل ولن يبقى لها قائمة ولا بأي حال من الأحوال. إخواني إن شاء الله أكون قد أوصلت لكم ما أعتقد أنه معنى قول الله سبحانه وتعالى وإن عدتم عدنا، ودائما نقول هذا والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلى. ندعو الله سبحانه وتعالى ونقول اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وقنا شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق سبحانك ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا يا مولانا فإنك علينا قادر، والطف بنا بما جرت به المقادير. اللهم انصر أقصانا وشافي جرحانا ومرضانا، واطلق سراح أسرانا، وانصرنا على من عادانا. اللهم انصرنا على أعدائك أعداء الدين في كل مكان، فإنهم لا يعجزونك. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا، ولا تغادر منهم يا مولانا أحدا. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك مما سألك عبدك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك مما استعاذ عبدك محمد صلى الله عليه وسلم. وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين، وصلى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله يجزيكم الخير، بارك الله فيكم، أكرمكم الله، وفقكم الله، الله يكرمك ويرضى عنك.